أدوار المنافسة بين شتاء وصيف في رحلة دورينا المتعبة، وصولاً للقاء الجولة 36 بين نوروز وشقيقه أربيل، حيث انقسمت المواجهات الثلاثة السابقة بينهما بفوز وتعادل لكليهما في ممتاز الكرة. لقاؤهما الرابع يدور في ملعب السليمانية، ولكل قادم كرامة. نوروز سريعاً قدم واجب الضيافة بهدف محمد سامي. باكو جرب التسديد البعيد، وكرته واجهت مقاومة العارضة والقائم للدفاع عن شباك أربيل. نهاية الشوط فيها تعديل الكفة بهدف هوليو مونتيرو لأربيل. العودة إلى نقطة منتصف الملعب، نوروز له بداية المبادرة لكنه لم ينجح. وأمجد راضي أضاع التقدم وكسر الشراكة مع صاحب عباس. ولأن المباراة لا تنتهي إلا بصافرة الحكم، سجل إبراهيم غازي مع بداية الوقت بدل عن الضائع، ونهاية اللقاء بأفراح من ساند وحضر. مباراة مع أربيل لها خصوصية كبيرة لمحافظة سليمانية، تعرف الجمهور متعطش على هذه المباراة، يعني اللاعبين كانوا بالمستوى بغض النظر عن ان الهدف اجى في الدقائق الأخيرة او اجت في الوقت، احنا حتى الهدف اللي سجل علينا من كرة ثابتة، فريقنا كان كل ثقة وكل أمل، أعرف انه الفريق راح يقدم مباراة كبيرة لأن اللاعبين كلهم كانوا حاضرين ويريدون يقدمون ويملون الفراغات اللي سموها انه اللاعبين المحترفين تركوها. نعرض لك فريق نادي اربيل، مبروك فريقنا وجماهير نادي نوروز مدينه السليمانيه، مثل ما تعرف ديربي شمالي، الحمد لله وشكر قدرنا نحصل على 3 نقاط مهمه جدا باحتساب احنا نهايه الدوري، والحمد لله والشكر. مثل ما تعرف اي 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 فريق يجي ملعبنا لازم 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 بوجود اللاعبين بوجود الكادر التدريبي ناخذ 3 نقاط. فريقنا ما كان بيومه، ما كان بمستواه، بس مع هذا يعني ما اعرف يعني الحكام مرات ما يخلون طعم تكون بمباراة، يعني الحالات اللي حدثت يعني حقيقه هو اعتراضات يعني على الحالات اللي دل، بس مع هذا يعني فريقنا ما كان بمستوى واستحقنا، يعني ما كنا نستحق خساره على الاقل، بس هي كره القدم هي حالتنا يعني فوز وخساره. من السليمانيه مؤيد الهاوي، العراقيه الرياضيه.